والتجهيز هو أحد حقوق الميت، تجهيزه، ويقدم على كل الأمور المتعلقة به. تعرفون أنه هناك أربعة أشياء لا بد منها بعد الوفاة، مجموعة في قولهم تدوم، احفظ هذا لتعرف الترتيب، تدوم، وهذا ما يسمى بالضوابط الفقهية أو الضوابط اللغوية. فكلمة تدوم تذكرها جيدا لتعرف الترتيب تاع الواجبات في حق الميت. التاء معناها تجهيز الميت الذي نتحدث عنه الآن، والدال معناها الديون، والواو معناها الوصية، والميم معناها الميراث. فيقبح بالناس بمجرد وفاة الميت يقفزون إلى الميم، يتحدثون فقط عن الميراث، هذا خطأ. أول ما يجب علينا التحدث عنه هو التجهيز، ثم الديون التي عليه، ثم الوصية إذا كان قد أوصى. في الأخير نرجع بعد ذلك إلى التركة والميراث ونوزع. لماذا نقول هذا؟ لأنه لا يجوز مس مال الميت حتى نمر على المراحل هذه. فالتجهيز يكون من ماله، تجهيز الميت يكون من ماله الخاص لا من مال غيره. نعم في تلك اللحظة الإنسان يكون ربما يكون أحيانا في حرج ولا يجد الوقت كي يصل إلى مال الميت، فيشتري ما ينبغي شراؤه من كفن ودفع أجرة الحفارة على القبر ودفع أجرة الغسال إن كان الإنسان يغسل بمال. فهذه كلها أمور تحتاج إلى مال. هذه النفقات هذه لابد أن تكون من مال الميت، فإن قام بها وليه من ماله الخاص فبعد ذلك يأخذ ماله ولا يترك تجهيز الميت واقعا من غير مال الميت، لابد أن يكون من ماله الخاص. حتى المرأة اختلف في العلماء، فمنهم من قال من مال زوجها لأن زوجها هو المسؤول عنها، وقال أكثرهم حتى المرأة تجهز من مالها، فلها مال إن كان لها مال تجهز، يشترى الكفن من مالها وتدفع أجرة الغسال أو الحفار تاع القبر ما يعرف اليوم بالنفقات التي ترافق دفن الميت، كلها من مالها، من مالها الخاص. إن لم يكن له مال أو لم يكن لها مال فعندئذ نلجأ إلى وليه، فإن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له، بيت المال المسلمين يتولى بدفع هذه المصاريف المتعلقة بتجهيزه. لاحظوا، فهذا أمر مهم جدا.